بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. تعالى نعمته وبركته من الآن وكل أوان ولا دهر الدور كلها آمين. أهلا بكل الأحباء اللي بيتابعونا وبيتابعوا خدمة كلية القديس أثناسيوس الرسول بملبورن أو سانت أثناسيوس كوليدج. والحقيقة عشان النهاردة احنا أول مرة، عاوز بس أوضح لحضراتكم حاجتين بساط خالص قبل موضوعنا ما نبتدي. هو ان احنا بنعمل الخدمة دي عمل محبة وعمل رعوي وعمل أكاديمي، بنحس ان احنا مسؤولين بيه ككلية لاهوت في ملبورن، اولا نحو شعب إبرشية ملبورن اللي بيعضدوا الكلية وبيحبوها وبيدرسوا فيها ودايما متواجدين معنا فيها. نمرة اتنين كعمل محبة، والحقيقة يعني واجب علينا ان احنا نقدمه لكل شعب الكرازة القبطية في كل مكان إن أمكن، إن كانوا يقدروا يتابعونا ويستفيدوا باللي الكلية تقدمه. الحقيقة القصة إن احنا الكلية من زمان، البورد بتاع الكلية أو مجلس الكلية، كنا بنفكر جنب التدريس الأكاديمي والمواد والدرجات العلمية إن احنا نقدم حاجة للشعب، حاجة بسيطة، حاجة سهلة، لكن في نفس الوقت حاجة تعتمد على تراث الكنيسة، على آباء الكنيسة، على تقليد الكنيسة الصحيح. ففكرنا كلنا احنا نقدم محاضرات في كل التخصصات اللي بندرسها، هيقوم بيها كل الأحباء الأساتذة اللي بيدرسوا، اللي بالعربي للغة الأم العربي هيتكلم بالعربي زي حالاتي كده، لغة الأم الإنجليزي هيتكلم بالإنجليزي، هسأل في محاضرة إنجليزي ومحاضرة عربي في كل الفروع الدراسات اللاهوتية ودراسات المسيحية زي الكتاب المقدس، العقيدة، الآباء، التاريخ الكنسي، الطقوس والليتورجيات، الأسرة، كل حاجة. هنحاول على قد ما نقدر نقدم كل الحاجات دي. فالحقيقة ده الهدف من المحاضرات دي. احنا زي ما احنا عارفين الهدف من كليات اللاهوت في الأول بالنسبة لنا كمسيحيين إن هي معرفة المسيح والحياة معاه وخدمة أولاده. ما احناش قصدنا نعمل كليات لاهوت للجدل اللاهوتي العقيم، لا، أو إن احنا ندخل في صراع في الأفكار. الحقيقة كل ده مش مطلوب. المطلوب أو الهدف من كلية اللاهوت اللي احنا بنحاول طول الوقت نركز عليه إن احنا نقدم دراسة منهجية وعلمية وأكاديمية صحيحة، في نفس الوقت يكون هدفها تربط الدارسين بالمسيح وبالكنيسة وبالتراث الكنسي. بكرر تاني، احنا بنقدم العمل ده ككلية لاهوت كسانت أثناسيوس كوليدج او كلية القديس أثناسيوس الرسولي او اللاهوتية في ملبورن مع كل الأساتذة، مع كل البورد، مع كل الاستاف، بنقدمه لان حضراتكو ليكو كل المحبة وانتوا الهدف من انشاء الكلية، ودايما الكلية محتاجة محبتكم، محتاجة تشجيعكم، محتاجة مشاركتكم. الحاجة التانية ببساطة برضو ان الحقيقة المحاضرات دي ملاش علاقة بالاحداث الجارية، ان يعني الكنائس اتقفلت والدراسة الفيس تو فيس وقفت فبنقدم بديل، لا، ده مشروع قديم بس هو الظروف سمحت وربنا رتب احنا نبتدي دلوقتي فابتديناه اونلاين. بس في المستقبل لما ربنا يرتب الخير والحالة دي تخلص اللي في العالم كله بسبب كورونا والمرض المنتشر الوباء ده، هيبقى موجودة فيس تو فيس وبتتنقل لايف لكل الناس. فالحقيقة الموضوع مترتب من زمان، وعشان كده احنا ابتديناه المرة دي بس فيس تو فيس، لكن ربنا يرتب ونقدر نعمل لايف بعدين. النقطة اللي بعد كده المهمة جدا عشان الأحباء الدارسين اللي بيتابعونا أو الناس المتخصصين، إحنا الهدف من المحاضرات دي إحنا بنقدمها للشعب، لجمهور الكنيسة، لأن الحقيقة شعب الكنيسة هو الأصل. شعب الكنيسة والأسرة الموجودة في الكنيسة اللي بيطلع منها الدارسين والإكليروس والخدام والشمامسة والمتخصصين والرهبان وطبعا الآباء الأساقفة والآباء البطاركة. فاحنا بنقدم دي بطريقه مبسطه جدا لكنها تتبع منهجيه صحيحه
للأحباء شعب الكنيسة زي بقول في إبرشية ميلبور أولا، وبعد كده في أي حد يقدر يتابعنا من شعب الكرازة المرقوسية، من كنيسة الإبطية والكنيسة الأخرى الشقيقة، سواء المحاضرة بالعربي أو بالإنجليزي. علشان كده يبقى كلامنا دايما إيجابي بسيط، مش هنتعرض للمشاكل والمناقشات الجامدة قوي. اللي يحب يدرس باستفاضة يتفضل، كلها مفتوحة، اليونتس بتقدم أونلاين وفيس تو فيس. في المحاضرات الأكاديمية نقدر نمشي خطوة لقدام طبعا، ونطرح المشاكل اللي أكبر من كده، لأن طبعا إحنا نقول محاضرة ونسكت، لكن في كل يونت هتيجي تدرسه هتحضر معنا 12 أسبوع، يعني 36 ساعة تدريس. فنقدر نقول الفكرة ونعلق عليها ونعقب عليها ونراجعها مرة تانية. فأنا على قدر المستطاع هقول كلام بسيط خالص، كلام مركز، كلام موجه للشعب في الأساس، لكن ينفع كبدايات للدارسين، للباحثين، للأحباء، لأن طبعا متأكد أنهم يعرفوا أحسن مننا بكتير وثقافتهم ممتازة، نشكر الله، لكن ده الهدف. احنا بنتكلم دلوقتي أونلاين، طبعا هنستقبل بعض الأسئلة حسب الوقت إن أمكن، إذا كان الوقت متاح عشان ما أطولش عليكم هقدر أجاوب على اللي أقدر عليه. طيب، دي كانت مقدمة على الهدف من برنامجنا بنعمله ليه، وده خدمة من كلية سانت أثناس زي ما قلت. موضوعنا النهاردة، أول موضوع هنقدمه، أنا هقدمه عن الأسرار المقدسة والشفاء. برضو الحقيقة ده ملوش علاقة بكورونا، لكن أنا هحاول أربطه بكورونا وباللي حصل. الموضوع ده موضوع أنا كنت درسه في الدكتوراه عن الإفخارستية، ونشرته كمقالة صغيرة خالص هنقوله مع بعض، على الإفخارستية كشفاء أو كدواء للخطية في التقليد الكنسي. لكن عشان النهاردة كل سنة طيبين، حد التناصير في كنيستنا القبطية، حد جاء حد الشعانين، وبعد كده عيد القيامة، فأنا هربط بس في عجالة الأول ما بين المعمودية عشان ما نتجاوزهاش، وهركز أكتر على سر الإفخارستية. فما نقول الأسرار المقدسة، الحقيقة ما نقول الأسرار، أنا عايز أعرف كلمة سر. المعمودية اتسمت سر، والميرون سر، والإفخارستية سر، والتوبة والاعتراف سر، كل النعم الإلهية اتسمت أسرار. الحقيقة كلمة سر وأسرار مش معنى أنها لغز أو شيء غامض أو أن احنا بنعملها في سرية وبعيد عن الناس، لا، أسرار معناها أن احنا دي نعم وبركات بنحصل عليها من الاشتراك فيها بطريقة سرائرية تعتمد على صلوات وتقديس الأسرار. عايز أقول أن الأسرار حاجة مهمة، اشتراكنا فيها وفايدتنا منها ينبغي أنه يكون بالخبرة الروحية، ونبعد شوية عن التفكير المادي في الأسرار، وما نحاولش نعتمد على الحواس والجدل العقلي، اللي يمكن الجدل العقلي ممكن يفيدنا إلى حد كبير خالص في إثبات السر، لكن الحقيقة مش هيفيدنا كتير في أن ننقل لنا بركات السر وفعاليته. علشان كده بعيد عن الخبرة الإيمانية والخبرة الروحية، الأسرار تفقد معناها، وهنفقد روح العبادة والتقوى. طب ايه الطريق ان احنا نستفيد من الاسرار ونشترك فيها وناخد فعاليتها؟ الحقيقة الصلوات الليتورجية والاشتراك فيها بفهم وتقوى وايمان هي الطريق الوحيد او هو الامثل اللي بيقودنا الى تذوق الاسرار. كمان الاشتراك في الليتورجيات بروح الفهم والعبادة والتقوى هي اللي بتعبر من خلال نصوصها بكل دقة على النعم والأسرار الإلهية. عشان كده لما نسمي الإفخارستية سر، ليه؟ لأن الحقيقة شركة سرية سرائرية، شركة سرية سرائرية بيتحد فيها الإنسان
بطريقة سرائرية مع المسيح الإله الكلمة المتجسد الموجود فوق المسبح، بياخد منه قوة للحياة، هي قوة موته وقيامته حتى يستطيع الإنسان أن يقهر الموت. ببساطة الكلمة اليوناني ميستيريون هي سر. طبعا الكلمة جت في اللاتين بمعنى تاني، جت منها في الإنجليزي ساكرامنت. وإحنا عندنا في العهد الجديد كلمة سر جت 28 مرة، 21 مرة في رسائل بولس الرسول. وكلمة سر الحقيقة بتعبر عن إنجيل خلاصنا، عن تجسد الكلمة، عن صلب المسيح، عن إرادة الله الأزلية في خلاص البشر. وكلمة ساكرامنت أو سر في الاصطلاح الكنسي بتشير للطقوس المقدسة اللي احنا بواسطتها بنعمل الأسرار أو بنتمم الأسرار. فيبقى كلمة سر في الاصطلاح الكنسي بتشير الأسرار السبعة، لأننا بنقصد بيها عمل مقدس بناخد بيه النعم الإلهية. طيب دي الحقيقة كلمة سر في بساطة شديدة، تكرر في إيجاز، مش معناها شيء غامض ولا شيء غير مفهوم ولا شيء خفي، لكنه شيء بنشترك فيه بالخبرة السرائرية عشان نحصل على بركات ونعم مقدمة لنا من الله حتى نتحد به ونعيش معه ونأخذ من نعمه ومن روح القدوس. قبل ما اروح على الأسرار عايز أقول حاجة بسيطة برضو، إن الإنسان لا يتجزأ، لأن طبعا ساعات بيطرح السؤال ليه سبع أسرار وليه في أسرار تانية وليه في طقوس تانية تشبه في إتمامها الأسرار، خصوصا إحنا دلوقتي في خميس العهد هنقول اللقان، ففي صلوات وتقديس للمية واستدعاء للروح القدس وطلب الشفاء وطلب الطهارة وطلب غفران الخطايا. فنلاقي ان الأسرار بتشترك في حاجات كتيرة سوا. اولا نعم الأسرار واحدة، وان كان لكل سر نعمة خصوصية، لكنهم في الاخر بيشتركوا في النعم كلها، لان الانسان واحد لا يتجزأ. سواء اخذنا بالتقسيم الثنائي ان هو الروح والجسد، او التقسيم الثلاثي الروح والنفس والجسد، وساعات بنسمي الروح بالنفس الناطقة العاقلة. فالإنسان واحدة واحدة وكائن واحد، طالما في اتحاد حقيقي بين الروح والجسد، ما يؤثر في الروح يتأثر به الجسد، وما يؤثر في الروح تتأثر به النفس، والعكس ما تتأثر به النفس يتأثر به الجسد. فإذا كان الإنسان واحدة واحدة في الشفاء والبركات والنعم، فالأسرار برضو واحدة واحدة وبركاتها واحدة، حتى وكانت بتعطى بطرق مختلفة وأحيانا بتشير لنعم خصوصية مختلفة. الحقيقة برضو الأسرار كلها نعم بنحصل عليها من الثالوث القدوس. والعبارة الجميلة خالص خالص بتاعة البابا العظيم أثناس الرسول اللي احنا في كنيسته والكلية على اسمه، والبابا كيرلس عمود الدين، أما يقولون أن كل النعم هي من الآب في الابن بالروح القدس، كل حاجة من الثالوث. وانا هطبق بس على الاسرار اللي نتكلم عنها النهاردة. لاحظوا كده المعمودية اهم حاجة فيها ان يكون فيها التغطيس باسم الثالوث. نغطس فلان باسم الاب والابن ثاني غطسة والروح القدس، الثالوث القدوس. الرسم بالميرون باسم الثالوث. تيجي تبقى واضحة قوي، يمكن احنا المعمودية والميرون بناخدش بالنا عشان دي مرة في العمر ودي مرة في العمر، حتى الواحد لو بيعمد طفله طفلته يعني يبقى مشغول بقى في الحاجات التانية مش واخد باله. لكن القداس ممكن ناخد بالنا منها كويس قوي، ان الافخارستية كسر تتم باسم الثالوث ومقدمة للثالوث. فمثلا يمكن الاحباء الشمس يبقوا واخدين بالهم كويس خالص، احنا قبل ما نبتدي القداس عندنا لحن تنقو قشت، ده لحن الثالوث، بنذكر فيه الاقانيم ونقول الثالوث المساوي المقدس اوموسيوس الكلمة اليوناني. وده احنا عارفين المصطلح ده كان هو أهم مصطلح في قانون الإيمان اللي تمسك به البابا أثناسيوس الرسولي والآباء عشان يدحضوا ويهدموا البدعة الأرويسية. فقبل ما نلبس بنقول لحن للثالوث.
أبونا هو بيختار الحمل يبارك القرابين باسم الثالوث، وكل رشم للصليب هو اعتراف ضمناً بالأقانيم وبالثالوث، سواء ذكرنا أسماء الأقانيم أو لم نذكرها، سواء قلنا باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين أو ما قلناش. طيب أول صلاة جهراً يصليها الأب الكاهن وشايل قربانة الحمل على رأسه في المسبح، يعطي المجد للثالوث مجداً وإكراماً، إكراماً ومجداً للثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس، ويكمل بقى سلاماً وبنياناً لكنيسة الله. بعد كده أول مباركة للقرابين فوق المسبح هو رشم القرابين مباركتها باسم الثالوث. فيز مرقوت جيف نوتي فيود بيبان تقراتور أمين. بارك الله لضبط الكل. مبارك ابنه يسوع المسيح الابن الوحيد أمين. مبارك الروح القدس البارك ليت أمين. بعدين أول مرد للشماس هو للثالوث، يقول واحد هو الاب القدوس، واحد هو الابن القدوس، واحد هو الروح القدس امين. يا جميع الامم يستعين بقى المزمور اللي انتم بتصلوه كلكم كاول مزمور في صلاه الغروب، سبحوا الرب يا جميع الامم، وده المزمور نيستيرو بتاع بدايه لحن تسبيحه العشيه الجميله. اول مرد للشعب بعد كده، بعد ما يقول المرد الاولاني بعد دوره القرابين دوره الحمل، هو للثالوث يقول زكسا باتري كايو كي ابن ماطي كانين كي كيستوس الى اخره. اذن كل النعم هي من الثالوث، كل البركات من الثالوث، لان الثالوث واحد في جوهره لا يتجزا، كل نعم الاسرار واحده تعطى بطرق مختلفه، وان كان بقول لكل سر نعمة خصوصية، لأن الإنسان واحد لا يتجزأ وما صحش يتجزأ ولا يتمزع، رغم أن فيه غذاء للروح وغذاء للنفس وغذاء للعقل وغذاء للقلب وغذاء للجسد، إلا أنه في الآخر كل ما يحصل على غذاء متكامل يكون إنسان سوي، وما يؤثر في الروح يتأثر به الجسد، ما يؤثر في النفس يتأثر به الجسد والعكس. إذن كل البركات والنعم من الثالوث الواحد للإنسان الواحد المكون من نفس ناطقة عاقلة أو روح وجسد. طيب ندخل في موضوعنا بقى، كيف تمنح الأسرار الشفاء؟ النهاردة حد التناصير، وطبعا المولود أعمى، والأسبوع اللي فات كان عندنا مريض بيت حزدة، الاثنين دول عند الآباء كانوا من رموز المعمودية في العهد الجديد. انتم عارفين حضراتكم المعمودية لها رموز، الآباء اتكلموا عنها، والكتاب المقدس نفسه بولس الرسول اتكلم عنها، بطرس الرسول اتكلم عنها، عبور البحر الأحمر، الطوفان. طبعا ممكن تقروا يعني كتب كتير على المعمودية، الحقيقة وأجملهم كتاب اللي هو الإنجيل والليتورجية، الترجم بالعربي موجود باليوناني موجود بالإنجليزي، وأصلا مكتوب بالفرنساوي، ده كتاب رائع على المعمودية والميرون والإفخارستية رموزها وتتميمها في الكنيسة الأولى. فبقول إحنا عندنا حدين أهم وراء بعض، عند أباء الكنيسة الأوائل كانوا يرمزوا للمعمودية، فمثلا الحد اللي فات اللي كان شفاء مريض بيت بركة حزدة كان موجود إنه رمز المعمودية عند ترتليانوس، عند القديس إمبروسيوس أسقف ميلان، عند القديس ديدوموس الضرير، عند القديس يوحنا فم الذهب. طيب والنهارده المولود اعمى موجود نقول عند كتير اهمهم البابا العظيم الاسكندري القديس كيرلس الكبير، اما اتكلم باستفاضه عنه في شرحه الانجيل يوحنا. اذا المعموديه تعطي شفاء، ايوه كيف؟ اول بتعطي شفاء من الخطيه طبعا اللي بيتعمد، لكن انا هتكلم على حاجه تانيه وهي نعمة الشفاء للعقل والنفس والروح والقلب. استعطي الإنسان استنارة روحية، لأن بالمعمودية والميرون بنأخذ سكنة الروح القدس جوانا ونعمه ومواهبه وبركاته اللي بيفهمنا ويعلمنا ويرشدنا. فالاستنارة دي مهمة جداً، لأنها بقول بتعطي شفاء للنفس، شفاء للعقل، شفاء للفكر، والحقيقة يعني ما أحوجنا الآن.
ان احنا نفكر بطريقه صحيحه. لان الحقيقه دلوقتي ما اكتر الكلام اللي بيتقال من كل الناس، خصوصا مع الميديا ومع وسائل يعني الاتصال المرعبه اللي ما سابتش حاجه وفي منتهى السرعه بتعلق على كل حاجه. فالانسان محتاج يميز الغث من السمين، محتاج يعرف ايه الصح وايه الغلط. حتى في تعليقه على الاحداث، ويمكن انا احاول اعمل لينك كده، ربطه صغيره بين موضوع الشفاء والاسرار والاستناره واللي بيحصل دلوقتي مع يمكن فيروس كورونا. وانا اتسالت كذا سؤال، سواء قبل المحاضره او على طول قبل ما اخش، او يمكن حد يسال بعد المحاضره لانها لايف، على حكايه هل يا ترى اللي حاصل ده غضب من ربنا؟ هل ده انتقام؟ هل الاسرار بتشفي؟ هل الاسرار بتعي؟ وهكذا. محتاجين الاستناره الروحيه. ويمكن اجمل ما في الاستنارة الروحية كنموذج الرجل الأعمى، بس أنا مش هقوله طبعا، تسمعتوه أكيد في عزة القداس، وتعليقه وحواره على اليهود. شوفوا اتكلم زي بمنطقية وبحجج يعني وافية وشافية وكافية، لكن ما قدروش عليه، طردوه برا. وده يقول لهم ازاي ده راجل خاضع وفتح عينيا لم يسمع منذ الظهر أن أحد قد فتح عيني مولود أعمى. وربنا ما بيسمعش الخطاة، لو ما كانش من ربنا ما كانش فتح عيني، يقول له لا أطلع بره. لكن كان عنده استنارة روحية. فالاستنارة بتعطي الشفاء للنفس والعقل والروح، تخلي الإنسان يحيا حياة متزنة لا فيها تفريط ولا فيها إفراط، يقدر يميز كل اللي يسمعه وكل اللي يشوفه وكل اللي يقراه. ودي أرجوكم يعني الواحد ما يصدقش كل اللي يسمعه كل اللي يشوفه كل اللي يقراه، لازم يفكر فيه الأول، لازم عنده معايير، عنده ميزان يوزن بيه كل حاجة، ده صحيح ولا لأ، ده كلام خادع وغشاش ولا كلام حقيقي. الاستنارة بتدي الإنسان حكمة في التعامل مع المقدسات، مع النصوص الإلهية، مع فهمها فهم صحيح، زي ما هدي مثال بعد شوية. وبقول نحن أحوج ما يكون في كل ده. بسرعة عشان وقتكم، أخش على الموضوع التاني وهو سر الإفخارستية كدواء وكشفاء من الخطية. الحقيقة النصوص بتاعت الصلوات وعند الآباء واضحة جداً. واحدة من أهم فعاليات الإفخارستية هو الشفاء من الخطية، هو شفاء الروح والنفس، والشفاء هنا بمعنى الخلاص. فنبص أول حاجة صلاة الكنيسة، ودي مصدر مهم وغني وجميل وصحيح وآمن للتعبير عن العقيدة، لأن إحنا الأقباط والحقيقة كل الكنيسة الجامعة ما نؤمن به عبرنا عنه في صلوات فيها تقوى، فيها محبة لربنا، فيها إيمان به. فنشوف الصلوات الليتورجية القداسات، نلاقي إن كلمة شفاء لما أبونا يقول شفاء للمرضى، مرة تانية يقول شفاء النفس والجسد، فوشية المرضى يقول نحن أيضا يا رب أمراض نفوسنا اشفيها والتي لأجسادنا عفيها. وفي تحليل الآب نقول أيها السيد الرب الإله ضابط الكل شافي نفوسنا وأجسادنا وأرواحنا. لما نيجي نختم الصوتكيات، أنا هركز كثير على الخلاجي والبصلمودية، نقول ليباركنا كلنا ويطهر قلوبنا ويشفي أمراض نفوسنا وأجسادنا. وإحنا بنستخدم عشان الأحباء اللي عرفوا إبت يعني كلمتين مهمين في القداسات والبصلمودية للشفاء، طالتشو ودي الأكثر استخدام وبتعني شفاء أو صحة أو عافية، وجاي وبتعني خلاص
أو عافية أو صحة، وجاي تيجي بمعنى أكتر، بمعنى الخلاص أكتر من الشفاء. طيب الصلوات والآباء بصوا الموضوع الشفاء وعلاقته بالأسرار، وهنا كنموذج سر الإفخارستية إزاي. أول حاجة بصوا إن الخطية مرض والخاطي مريض، ففي القداس الغرغوري الجميل نقول ربطتني بكل الأدوية المؤدية إلى الحياة، أنت الذي أرسلت لي الأنبياء من أجلي أنا المريض. واضحة خالص. في صدقية الحد نقول على السيد المسيح له المجد لأنه هو شمس البر، ولدته ست العذراء وشفانا من خطايانا. يبقى الخطية هي المرض والخاطي إنسان مريض، ودي نظرة روحية أبائية للخاطي على إنه شخص يستحق العناية والشفاء. والحقيقة إحنا كلنا طبعا، وأنا أقولكم يعني، محتاجين عناية ربنا ورحمته، وإنه يشفي أمراضنا الروحية والنفسية والجسدية. طب مين الطبيب يا ترى؟ دي أوضح ما يكون، المسيح له المجد. الأناجيل الأربعة قدمت لنا المسيح كطبيب، والحقيقة هو نفسه قال على نفسه أنه طبيب، أما لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى لما شافوه بيتعامل مع الخطاة. الليتورجية تقول المسيح الطبيب الحقيقي الذي لأنفسنا وأجسادنا. نيجي في الإبصالمودية في إبصالية الاثنين، دي في أشيط المرضى، نقول على السيد المسيح كمثل طبيب حقيقي ومشف داويت جميع أمراضنا. زي ما الليتورجية على المسيح أنه طبيب، الآباء قالوا ناخد من آباء القرون المبكرة جدا القديس أغناطس الشهيد، يقول إيه؟ لا يوجد سوى طبيب واحد هو يسوع المسيح ربنا. القديس كيرلس ده في رسالته لأهل أفسس الإسكندري يسميه الطبيب الماهر، يسميه أوريجانوس الطبيب الصالح، إكليماندوس وأثناس الرسولي وإبيفانيوس ويوسابيوس يسموا المسيح له المجد المخلص والطبيب. يبقى كلمة طبيب مرتبطة بالخلاص، وكلمة شفاء بتلازم الخلاص، لأن الحقيقة الأهم عند ربنا والأهم من الأسرار والأهم للصلوات هو شفاء النفس، شفاء الروح. شفاء الجسد ده قصة تانية خالص، مش ده اللي بتركز عليه الأسرار أو الصلوات. وإحنا بنيجي في وشيط الإنجيل في آخرها نقول المسيح لأنك أنت هو خلاصنا كلنا، شفاؤنا كلنا، حياتنا كلنا، قيامتنا كلنا. والأب الكاهن في وشيط التقدمة، الصلاة اللي بتقال سرا، ودي صلوات جميلة خالص، نتكلم على الإفخارستية ونقول وليكون لنا جميعا الجسد والدم ارتقاء وشفاء وخلاصا لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا. المسيح له المجد طبيب، يشفي الجسد وشفى، نقول إيه؟ آلاف، عشرات الآلاف. الإنجيل لحد جدا نماذج، لكن خلال حياته شفى قد إيه؟ لكن بالأولى المسيح له المجد هو طبيب لنفسنا. زي ما قال القديس مكاريوس الكبير، المسيح هو المخلص والطبيب لنفسنا وأجسادنا وأرواحنا، لأنه يشفي أمراض الجسد والنفس والروح. هو بيدي الأدوية السماوية والإلهية زي بقول القديس مكاريوس. زي ما قلت الليتورجية، المسيح مش بس الطبيب أو شافي، هو شفائنا. وعند الآباء النساك زي ما قلنا القديس مكاريوس، نقول أبو الآباء النساك جميعا الأنبا أنطونيوس، يتكلم على المسيح على إنه شافي وإنه طبيب، والإنسان إنه مريض، وكان لابد إن الإنسان يجيله الطبيب الحقيقي اللي الواحد يقدر يشفيه. فيقول إيه؟ إن الإنسان صار مريضا بعد سقوطه، وأراد الله أن يشفيه. كل الأنبياء رأوا أن جرحه، جرح الإنسان يعني، عديم الشفاء ويحتاج إلى طبيب عظيم لا يوجد مثله بين البشر أو بين الخليقة. فقط الذي يستطيع أن يشفيه
هو الكلمة، فهو الطبيب العظيم. لذلك رفعوا أصواتهم اللي هم الأنبياء يعني، وقدموا صلاة لأجلنا وصرخوا قائلين. وهيقول نص متاخد من أرمية 8:22: ألا يوجد بلسان في جلعاد؟ أم أليس هناك طبيب؟ فلماذا لم تسترد بنت شعبي صحتها؟ حاولنا أن نشفيها فلم تشفى، لذلك فلنتركها ولنذهب بعيدا. هنا القديس أنطونيوس الكبير بيفهم النص بتاع نبوة أرمية ده على أنه تعبير على انتظار الخليقة للطبيب العظيم، ويقول أن ما حدش قادر إلا المسيح الفادي الشافي المخلص، ودي ضرورة تجسد الكلمة يشفي ويخلص البشرية اللي اتسقطت. يقول إنه ما من أحد يستطيع خلاص أو شفاء البشرية سوى المسيح الكلمة المتجسد. وده نفس المعنى اللي في القداس الغرغوري: لا ملاك ولا رئيس ملائكة ولا رئيس أباء ولا نبيا ائتمنتهم على خلاصنا، بل أنت بغير استحالة تجسدت وتأنست وشابهتنا في كل شيء ما خلا الخطية وحده. يبقى المسيح الطبيب. بعد كده ايه الدواء؟ الإفخارستية. اول واحد اتكلم على ان الإفخارستية دواء، بس دواء للخلود، كان القديس الشهيد أغناطيوس في رسالته لأفسس فسماها دواء الخلود. فيقول ايه؟ خبز الإفخارستية هو دواء الخلود، ترياق نأكله لكي لا نموت بل نحيا إلى الأبد في يسوع المسيح. نفس الاسم جه عند القديس إكليماندوس الإسكندري. القداس الباسيلي يقدم نفس الحكاية أو شريط التقدمة، يقول لما أقول كلنا جميعا زي ما قلت من شوية: ارتقاء وشفاء وخلاصا لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا. الإفخارستية السر القادر مش بس انه يطرد الموت، بل يطرد الامراض التي فينا زي بقول القديس كرولس الكبير، لان المسيح جه علشان يشفينا في تفسيره الانجيل يوحنا. البصلمودية تقول على الست العذراء: افرحي يا ممتلئه نعمه المائده الروحيه المعطيه الحياه لكل من ياكل منها، افرحي ايتها الاناء الغير الفاسد الذي للاهوت المشفي لكل من يشرب منه. وان الحقيقه الشفاء ده عباره عن المسيح الإله الكلمة المتجسد اللي احنا بناخده في الإفخارستية اللي ولد وتجسد منها. في صلاة شكر جميلة بنقولها بعد ما نتناول، نقول نشكرك أيها سيد المسيح إلهنا لأنك أحببتنا هكذا، بذلت ذاتك للذبح من أجل خطايانا، شفيتنا بضرباتك وبرأتنا بجراحاتك. القداس الكيرلسي القداس المرقسي بتاعنا يقول على الإفخارستية: لكي يكون لنا جميعا نحن الآخذين منهما عافية وفرحا. نص أرمية لاستخدمه الأنبا أنطونيوس في صلاة اسمة جميلة لعيد الميلاد بتجيبه هو وهو تقول إيه بعد كده؟ تقول إن جلعاد هي الكنيسة الجامعة الرسولية، الترياق اللي فيها هو جسد ودم عمانوئيل. نروح على صلوات جميلة يمكن بس بنسمعهاش كتير، الصلاة اللي الأب الأسقف بيدشن فيها كأس الإفخارستية. يقول إيه؟ متأسف. يقول على تدشين الكأس: ضع يدك الإلهية الآن على هذا الكأس أو هذه الكأس، وقدسه وطهره لكي يحمل فيه دمك الكريم هذا، وليكون دواء وغفرانا لكل الذين يشربون منه بالحقيقة. على نص قديم من خلاجس رابيون اللي كان صديق البؤس نص الرسولي، يقول: يا إله الحق، ليأتي كلمتك القدوس على هذا الخبز ليصبح الخبز جسد الكلمة، وعلى هذه الكأس لكي تصبح الكأس دم الحق، واجعل الذين يتناولون يتلقون دواء الحياة لشفاء كل عاهة. شفاء عند الأباء النساك يقولوا: إذا تقدمت لأخذ القربان تقدم بتوبة واعتقد في نفسك أنك مريض ومحتاج إلى الشفاء، وآمن أنك تتقدس بأخذ القربان
إذا كنت على توبة، لأن كل الذين تقدموا إليه بإيمان شفيوا. عند حكمة الآباء اللي هو أبو فتجمة بطير لما يفسروا المزمور 41:2 قام يشتاق الأيل إلى جداول المياه، يقول إيه؟ الأنبا بيمن كما يذهب الأيل إلى الماء بعد لذغه من الحية ويشرب ويشفى، هكذا الراهب عندما يعيش في وحدته يدخل في نار التجارب وسموم الشياطين، وهكذا يشتاق إلى يومي السبت والأحد لكي يذهب إلى نبع المياه أي جسد الرب ودمه لكي يتطهر من سم الشرير. والأباء النفساكي وصلوا اللي هيتناولوا لهم إيه؟ إذا كنت واقفا في القداس فراقب أفكارك لكي توقف جسدك وحواسك بخوف الله لتستحق أن تتناول من القربان الذي هو جسد المسيح ودمه الأقدسين فيشفيك الرب. حتى الآباء اللي هم في العصر الوسيط اتكلموا على الإفخارستية على إنها شفاء. فإحنا عندنا كتاب جميل على الإفخارستية مقالة في القربان بيتكلم عن الخطية شفاء الأمراض الروحية، وإن المريض لا يترك دوائه لألا يموت، وزي مريض الجسد بيداوم على أخذ الدواء ليشفى، هكذا مريض الروح لابد أن يداوم على أخذ القربان علشان تغفر له خطاياه عندما يشفى. أنبا ساويروس في الأشمونين في القرن العاشر 19 يسمي الإفخارستية الدواء المحيي، فيقول إيه؟ إذا كنا مرضى والخطية هي كالسم في أجسادنا، فجسد المسيح هو الدواء الذي يشفينا من هذا السم، لأنه الجسد الذي بلا سم الخطية هو الترياق الذي يعالج جسدنا من سم الخطية. فكما كانت الحية النحاسية التي بغير سم شفاء محيي لكل من تلسعه الحيات، وكانت رمز الجسد المسيح الذي بلا خطية المصلوب عنا، هكذا جسد المسيح يشفينا من سم الخطية. طيب أنبا ساويرس أما بيتكلم كده بيتكلم على ان جسد المسيح قطعا ليس جسد مجرد انسان زي النسطورية. هيفيدنا في ايه جسد اكل انسان عادي؟ هنبقى زي اكل لحوم بشر. لكن جسد المسيح محيي ويعطي الحياة ويعطي الشفاء ويعطي الغفران، لانه جسد الاله الكلمة المتجسد الذي لاهوته متحد بناسوته ولم ينفصل عنه لحظة واحدة ولا طرفة عين في اتحاد حقيقي او اتحاد اقنومي زي ما سماه القديس كيرلس الاسكندري. يبقى الانسان محتاج يشفى عندما يقترب من الاسرار. اذا الاسرار بتعطي شفاء للروح والنفس والجسد، لكن الحقيقة الاسرار بتركز اكتر على الشفاء الروحي وشفاء النفس. طيب انا بمناسبه اللي حاصل دلوقتي والاسئله اللي سالتها الحقيقه بره المحاضره وقبلها ومن بعض الاحباء بالتليفون، يعني ما نشوفش بعض دلوقتي تقريبا خالص، كنا بنتكلم بالتليفون، سالوني على حاجتين مهمين انا هجاوب عليهم في ايجاز وببساطه شديده. اول حاجه الافخارستيه شفاء، لكن أرجوكم بلاش نفكر في الإفخارستية على إنها تشبه حبة الدواء. إن الإنسان لو في أي وقت وفي أي مكان وبأي شكل جي خدها وحطحت لسانه وخف، لا الحكاية مش كده. الإفخارستية حياة، الإفخارستية شركة مع المسيح، الإفخارستية إيمان، الإفخارستية حياة مسيحية تتوج وتكمل بالاتحاد مع المسيح في سر الإفخارستية. أرجوكوا ابعدوا عن أذهانكوا التفكير المادي في الأسرار والتفكير الحسي في الأسرار. الإفخارستية أو الجسد والدم هم مش خبز عادي ونتكلم عنه، بيشفوا الروح والنفس والجسد ويعطى عنا خلاصا وغفران الخطايا
وحياة أبدية لمن يتناول منه، لأنهم جسد ودم الإله الكلمة المتجسد، قادرة على الشفاء بالقطع وبالطبع. لكن أنا بقول بلاش ناخدنا التفكير المادي فيها. ده ببساطة شديدة يعني. نمرة اتنين، وطبعا لو في أي سؤال تحت أمركم يعني. نمرة اتنين هو السؤال المهم التاني، هل اللي بيحصل دون انتقام من ربنا وعقاب من ربنا؟ لأن أنا قعدت أكلمكم عن الإفخارستية، فيعني أكيد شوقتكم وأنتوا كلكم بركة وبتتناولوا، فدلوقتي أنت بتقول لنا على الإفخارستية وإحنا محرومين منها. هل اللي بيحصل ده انتقام؟ الحقيقة أنا ما سمعتش اللي بيتقال للأمانة يعني، لكن أنا ببساطة وبكل محبة يعني وبكل احترام للجميع هقول رأي زي القديس بولس الرسول يعني، كمان رحمه الرب يعني. الموضوع ببساطة مجرد رأي، ده مش رأي الفيصل في الموضوع. أنا يعني بقول رأيي من خلال خبرتي الشخصية وخبرتي الروحية ودراستي وحياتي في الكنيسة. لك أن تقبله، لك أن ترفضه، لكن طبعا اللي أنا يهمني جدا إن برضو كل واحد مننا بيقول رأيه في المسألة دلوقتي هو مجرد فهمه للأحداث وتفسيره للنصوص الكتابية. فبرضو أرجوك لا تعتبر رأيك هو الرأي الوحيد والأوحد، ولا تلزم كل الناس به. كل إنسان بيحاول يفهم اللي حاصل حواليه ويجتهد إنه يعرف إيه اللي بيحصل ويشوف ده يربطه إزاي بإيمانه وبالكتاب المقدس. فأنا فقط بعلق على الأحداث لأني سألت السؤال ده كذا مرة، وبقول كل شخص بيقيم الأمر حسب دراسته، حسب قامته الروحية الفكرية الثقافية، حسب نظرته للأمور. أنا أقول الحقيقة اللي أنا مقتنع بيه. طيب أنا أبتدي بحاجة لطيفة جدا من التاريخ الكنسي. إحنا بقولنا ده وباء وقاعدين نتناقش ليه ومش ليه، هل يا ترى الوباء ده حصل قبل كده؟ أنا هديكم مثال من تاريخ الكنيسة بتاعتنا. أول حاجة الوباء اللي حصل أيام البابا ديونيسيوس الإسكندري، وكتب عنه ووصفه وشوف نظرته ليه إيه، وبيطلب من الناس المسيحيين يعملوا إيه. في نفس التوقيت كان القديس كبريانوس كتب على الوباء دون. النموذج الثاني هجيبه لكم من عند الآباء النساك، الوباء اللي حصل، وكان الوباء ده هو الطاعون، كان من الأمراض المرعبة طبعا زمان لغاية وقت قريب، والكوليرا والحاجات دي اللي حصل في زمن القديس باخوميوس أب الشركة ويتنيح بيه. تعالوا نشوف الأول، أنا هقرأ لكم من عند يوسابيوس القيصري الكتاب ترجمة أبونا الفاضل العزيز المتنيح القمص مرقس داود، على الوباء اللي حصل أيام القديس ديونيسيوس الإسكندري. يقول إيه؟ بعد هذه الحوادث اللي هي كان الاضطهاد وبعدين المجاعة، شوفوا بقى يعني الكوارث قد إيه، مش مجرد وباء يعني، مع كل التقدم التكنولوجي ده. بعد هذه الحوادث الاضطهاد الرهيب اللي جاء على الكنيسة، المجاعة، حصل حل مرض وبائي في أثر الحرب. وإذا اقترب العيد كتب أيضا إلى الإخوة القديس ديونيسيوس البابا الإسكندري واصفا الآلام التي نتجت عن هذه المصيبة. بيقول إيه بقى؟ قد يبدو لأشخاص آخرين أن هذا الوقت ليس مناسبا للعيد، والواقع أن لا هذا الوقت مناسب لهم ولا غيره، فلا الأوقات المحزنة مناسبة ولا حتى التي يظن أنها مبهجة. نحن الآن لا نرى إلا الدموع، وكل واحد ينوح والعويل يرن صداه كل يوم في المدينة بسبب كثرة الموتى. جاي الناس بيتكلموا على إيطاليا، ده القديس ديونيسيوس الإسكندري. فقد حدثت أمور مروعة كثيرة، أولا أنهم طردونا، وبعد هذا حلت الحرب والمجاعة. يقول إيه بقى؟ ولكن يبقى الأول طردونا، ده كان الاضطهاد،
وقدروا يحتفلوا بالعيد، الاضطهاد الحكايه بتبقى اسهل شويه. بعد كده الحرب والمجاعه، ولكن بعد ان تمتعنا نحن وهم بفتره راحه قصيره داهمنا هذا الوباء، وقد كان لهم مروعا، نتكلم عن الوثنيين، جدا اشد من اي شيء اخر مخيف، كما كان عديم الاحتمال اشد من اي مصيبه اخرى. وكما قال احد كتابهم اللي هم الوثنيين يعني، كان هو الوحيد الذي ينتفي معه كل رجاء، اما لنا المسيحيين فلم يكن الامر كذلك. شوفوا نظرته ايه بقى القديس دينيس الاسكندري، مالش ده انتقام ولا عقاب ولا الكلام ده خالص، بل كان كغيره فرصه للتدريب والاختبار. اقول تاني العباره، كان بالنسبه للوثنيين مصيبه كبيره ما فيهوش رجعه، لكن لينا احنا، اما لنا فلم يكن الامر كذلك، بل كان كغيره فرصه للتدريب والاختبار. ومع اننا لم نكن بمأمن منه، كنا برضو بيسيبنا الوباء، الا انه هاجم الوثنيين باشد قسوه. وبعدين يكمل ويقول، ودي مهمه وجميله، ولقد كان اكثر اخوتنا اسخياء جدا في محبتهم الزائده وعطفهم الاخوي، فازدادت رابطتهم بعضهم ببعض. اللي يقول نعمل ايه دلوقتي؟ ممكن نتكلم في التليفون، ممكن نعزي بعض، نشجع بعض. اللي جاي ده خطر دلوقتي، بس هم عملوه زمان، ما بقولش انكم اعملوه، تعرفين طبعا الاجراءات الصحيه، ارجوكم التزموا بيها، حافظوا على نفسيكم، ربنا يحافظ عليكم. بس انا بقرا لكم وصف البابا ديونيسيوس للوباء بتاع الطاعون في ايامه زي اللي احنا فيه. اما الاخوه بقى كانوا اسخياء جدا في محبتهم الزائده وعطفهم الاخوي، فازدادت رابطتهم بعضهم ببعض، وزاروا المرضى بلا خوف، وخدموهم بصفه مستمره، خادمين اياهم في المسيح، وماتوا معهم باعظم فرح، متحملين نكبات الاخرين، وناقلين المرض من جيرانهم الى انفسهم. لما كان يروح يزور المريض ويهتم بيه بياخد العدوى. ارجوكم ما تعملوش كده، خدوا بالكم، انا بقول لكم بس كان بيبقى موجود، شوفوا المحبه كانت قد ايه. ومتقبلين آلامهم عن طيب خاطر، وكثيرون ممن كانوا يعنون بالمرضى وشددوا شجعوا غيرهم، ماتهم أنفسهم ناقلين موتهم إلى أنفسهم. وقد حققوا بالفعل المثل السائر الذي كان يبدو دوما مجرد تعبير للمجاملة، بأنهم اعتبروا أقذار الآخرين وسيلة لارتحالهم، يرتحلوا الحياة الأبدية. يعني دول الناس اللي قدموا كل ده بمحبة، اللي دلوقتي احنا المفروض طبعا نساعد على قد ما نقدر، ونبقى ممنونين على قد ما نقدر لكل الأطقم الطبية، ونساعدهم ونشجعهم ونصلي لهم ونتمنى لهم الخير، وان ربنا يحافظ عليهم، ونساعد الحكومة بتاعتنا، نساعد كل الناس، نساعد الدولة، نساعد في كل الإجراءات. طبعا يمكن المساعده بالطريقه اللي كانت في عند بابا دينيسيوس خطر جدا دلوقتي، والدوله مشكوره بتقول ستوب، في اجراءات صحيه يقدر الناس تقوم بيها وهم في امان الى حد كبير طبعا. فاحنا نشوف قد ايه المفروض ننظر للامر. طيب يقول كلام جميل بقى تاني، عشان هنسال هل يا ترى الوباء ده هياخد بس الاشرار فيبقى عقاب؟ لا. سمعتوا كلكم على الكاهن الايطالي اللي انا الحقيقه قريت زيكم يعني، اللي ادى جهاز التنفس بتاعه لشاب وهو انتقل، او اللي راح يزور الناس لغايه ما انتقل، وهكذا. والواقع طبعا دينيسيوس ان صفوه اخوتنا ارتحلوا من هذه الحياه بهذه الكيفيه، بما في ذلك بعض القصوص والشمامسه، وابرز الشخصيات بين الشعب، يبقى الناس الكبار، بعض الشمامسه، بعض الاباء الكهنه انتقلوا بالوباء، وهكذا اصبح هذا النوع من الموت لا يقل شأنا عن الاستشهاد. ليه؟ مش عايزين نقول ان المات بالوباء شهيد، ما كانتش الفكره دي عند بابا ديونيسيوس، لا، عايز اقول ان دول عشان قدموا حياتهم بمحبه، بالظبط زي الاستشهاد، الواحد يروح يقدم حياته للموت، يبقى في وباء، الانسان يروح يقدم خدمته وحياته للناس اللي ما حدش بيهتم بيهم، لدرجه ان هو ينتقل اليه العدوى ويموت كما لو كان بيقبل الموت لنفسه زي اللي بيقبل الاستشهاد قدام غير المؤمنين، بالظبط. فبيقول
وهكذا أصبح هذا النوع من الموت لا يقل شأنا عن الاستشهاد بسبب ما تجلى فيه من التقوى العميقة والإيمان القوي. بعد كده الفقرة اللي بعد كده بقروها لو سمحتوا لو عندكم الكتاب، بيتكلم ازاي انهم اخذوا اجساد القديسين فاحضنهم، غمضوا لهم عينيهم، قفلوا افواههم، شالوهم على كتفهم، طلعوهم بره، غسلوهم، لبسوهم الاكفان ودفنوهم. وقول ايه بقى؟ وبعد قليل اللي كانوا بيعملوا كده كانوا هم انفسهم يلقون هذه المعامله، لان الذين كانوا ينجون من الموت كانوا بصفه مستمره يلحقون سابقيهم. بعد كده اتكلم على الناس اللي عندهم شحبة المسيح بقى. الوثنيون يقول لك ايه؟ اما الوثنيون فكان كل شيء على العكس من هذا. فقد كانوا يهجرون كل من بدأت تدب فيه اعراض المرض، ويهربون من اعز اصدقائهم، وكانوا يطرحونهم خارجا في الشوارع عندما يشكون على الموت، ويتركون الموت كالزبالة دون دفنهم، وكانوا يتجنبون أي اتصال بالموتى، ولكنهم مع كل ما اتخذوه من احتياطات لم ينجوا من الموت. مش هكمل، هروح للقديس كبريانوس أسقف قرطاجنة اللي كان موجود في نفس التوقيت ومعاصر وفي بلد تانية، دي اسكندرية، دي المنطقة بتاعت قرطاجنة، تونس والجزائر أو تونس بالتحديد يعني. أبي يتكلم على إن يا حرام بعد الاضطهادات بتاعت الإمبراطور داسيوس جات لنا ضريبة تقيلة قوي فرضت علينا من الأرواح البشرية، لأن اتفشى وباء الطاعون المميت وزرع الخوف والرعب في كل الناس. فبيقول إحنا أول حاجة مش هنبكي اللي ماتوا، ده كلام جميل يعني، يقول يجب ألا نبكي إخواتنا الذين حرتهم دعوة الله من هذا العالم. وإن كان الحقيقة الموت قاسي وصعب، والإنسان طبعا لما بيجتاز التجربة دي في فراق أحبائه، ربنا يحفظ عليكم جميعا، لا هي شيء صعب، شيء لا يحتمل، شيء محتاج تعزية ربنا. لكن دي عبارة بتاعة القديس كبريانوس بيعزي بيها أولاده. وبعدين يعمل إيه بقى؟ قول لهم طب تعملوا إيه؟ مرضاش يتكلم إيه دي مصيبة ولا غيره. قاعد يقول أهم حاجة إن الطاعون ترك ناس كتير فقراء يا حرام، وناس كتير معوزين، فياريت هنا تبان المحبة المسيحية، وهي أن الإنسان فرصة رائعة من أجل مساعدة التعساء والمرضى والمشرفين على الموت والفقراء والمحتاجين. وهذا دلوقتي بنشوف ناس كتير حتى هنا يعني في الغرب، شباب وناس محبين الناس العواجيز، حتى لو كان ده عملهم، يشتروا لهم الطلبات، يعملوا لهم شوبينج، يحطوه قدام البيت ويسيبوهم وهكذا. شوفوا الاباء ازاي تعاملوا مع الوباء. ادي القديس ديونيسيوس الاسكندري، وادي القديس كبريانوس، وبيتكلم بنفس الطريقه برضو على الحكايه دي. برضو عشان ما اطولش قوي هنتكلم على القديس باخوميوس. جه وباء الطاعون اتفشى، وده كان تجمع رهباني كبير. القديس باخوميوس مرض وعي ومرضيش يقول لحد على مرضه، وراح يشد عزيمة الإخوة، راح يشتغل معاهم في الحصاد. وتقول سيرته: وبينما هو يجمع الثمار معهم إذ به يسقط وسط الرهبان على وجهه، رفعوه الإخوة وجابوه الدير، واكتشفوا أنه مريض بالحمى. طب بعدين إلى تكت الطاعون، شوفوا بقى ده تجمع رهباني، ما هماش ناس يعني أشرار ولا حاجة يعني، عشان نقول ده عقاب يعني. يقول كان من جراء انتشار الطاعور إن أيضا أنبا بفنيتيوس اللي كان وكيله كل الأديرة اتنيح. ومش بس كده، يوم سبت النور، في مساء سبت النور، ممكن أقول لك شايف في العيد وبتاع ده، أبدا. نمرة اتنين، يقول في هذا الوباء أيضا مات كثير من القادة، القادة الروحيين للرهبنة الباخومية بتاعت الشركة. وبعد القضاء القديس باخوميوس اتنيح بنفس الوباء،
يقولوا لما جمع طبعا الاخوه حواليه ورؤساء الاديره وصاهم، مش عايز اقرا التفاصيل انها كثيره قوي، يقول وبعد ان فرغ القديس من كلامه مع تواضروس اللي هو كان اخو بفنوتش اللي هو كان وكيل الاديره، عمل ايه بقى؟ ذهب في غيبوبه لفتره من الزمن، لم ينطق بكلمه اخرى لاحد حوله، ثم رشم علامه الصليب على نفسه 3 مرات، ثم فتح فمه واسلم الروح في يوم 14 بشنس. انا جبت ده بس نموذج مهم جدا جدا قبل ما اعلق على حكايه الوباء، هل هو عقاب ولا لا، انه دون كان موجود فيما يعرف بالعصر الذهبي لاباء الكنيسه، سواء اباء الكنيسه اللاهوتيين او اباء الكنيسه الكبار في الحياه النسكيه زي القديس بخوميوس اب الشركه. انا يعني ما عنديش جوابي بعد الحوادث دي الحقيقه، انا ما عنديش كلام اقوله الا لو انا مقتنع بيه. انا مقتنع بيه الاتي، ان الله ضابط الكل، اب محب خير صانع الخيرات، يضبط كل شيء. اي نعم كل شيء بيحصل بسماح منه واذن منه، لكن في نفس الوقت ربنا مدي الإنسان حرية كاملة. إذا الإنسان أساء استخدام حريته، كسر القانون الطبيعي وجلب على نفسه أي كارثة، فما نقدرش ننسب الشرور لربنا، بل بالعكس إحنا نقول ربنا خير وصانع الخيرات. طيب ربنا في الحكاية دي أنا أفهمه إزاي؟ إنه هو كل الأشياء تعمل معا للخير، وإن ربنا بيحول الشر لخير، وحتى لو سمح بالشر بيحوله لخير. الحاجة التانية اللي أنا عايز أقولها، إن إحنا أحيانا نستخدم بعض أصول الكتاب المقدس وبعض الآيات ونحاول نطبقها على الأحداث اللي جارية. على فكرة أنا هستعير عبارة من التراث الإنساني، قول النص الديني حمال اوجه، ممكن اخد النص الديني واروح بيه اقصى اليمين واروح بيه اقصى اليسار، وافتكروا حاجتين لطاف. الراجل مريض المولود اعمى، جه من التلاميذ سالوه هل هذا اخطا ام ابواه؟ قال لهم لا هذا ولا ابواه. بلاش تربطوا دايما المرض بالعقاب، وان كان ده واضح مريض بيت حزده، أما لا تعود أن تخطئ. الكثير من المفسرين يقولوا أيوة هو كان خاطئ وأصيب بالمرض، لكن حتى دي حالة مخصوصة. ما أقدرش أقول أن كل مريض خاطئ، لأن ربنا يديكم الصحة كلكم، كلنا بدون استثناء بنعيا وبنحتاج الدكتور، فما أقدرش أربط دي. الحاجة الثانية أن أنا ما أقدرش أربط النصوص، زي مثلا المسيح له المجد لما قالوا له الناس اللي وقع عليهم البرج، فقال لهم طيب إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون، يعني انتوا خطاه برضو وربنا ما وقعش عليكم البرج. فحكايه ربط الكوارث الطبيعيه او الاوبئه بالانتقام، انا لا انكر خالص وما لاقيش الحكايه دي، ان الله عادل وهيجازي كل واحد حسب اعماله، وان هو اب ويؤدب الناس، وان هو بيستخدم ده لتاديبهم ورجوعهم ليه، كل ده موافق عليه، وان في يوم اخير وانه يعطي كل واحد حسب اعماله زي ما في القداس، ونصلي ونطلب نقول له كرحمتك يا رب ولسك خطايانا. انا ضد فكره ان انا اطبق كل النصوص اللي فيها عقاب بشكل واضح وصريح زي سدوم وعموره، ده شكل بعينه، زي مثلا داود نتكلم على وباء بقى في الكتاب المقدس، بس ده عد الشعب، الحكايه عشان خلاص بالخطيه والخير والشر بالمعنى اللي في ذهننا دلوقتي، ده عد الشعب، فكان ده العقاب، وقال له 3 حاجات، قال له لا انا اقع في يد الرب، فاختار الوباء 3 ايام. فانا بقول بلاش ناخد الافكار اللي من النوع ده، الايات متاسف والحاجات دي، ونطبقها على الاحداث اللي بتحصل دلوقتي. الحقيقه يعني لو احنا قلنا دي فكره برضو تانية، ان اصل الدنيا او الناس خطاه، مين الحق اللي عنده الحق يقرر مين خاطئ مين لا؟ لو احنا هنصنف الخطاه ولا لا، اول حاجه في الحياه المسيحيه والتواضع المسيحي ان الواحد يقول عن نفسه ان هو اول خطاه، وانا اولكم يعني، وده هو الحقيقي،
واللي هيبقى أول الخطاة إذا كان شايف إن الموضوع كده يبقى كل المحتاج إنه يقدم توبة دون أن يدين أخاه أو ينظر ليه أو يعلق على سلوكه. أنا يعني عندي كلام كتير، مش عارف هل وقتنا يسمح بكمان 5 دقايق أكلمكم أكتر يعني الحقيقة في النقطة دي، إن إحنا حكاية إن إحنا يعني نتكلم على الشر في العالم بدل ما نتكلم بالطريقة دي، نتعلم القديس ديونيسيوس قديس كبريانوس نساعد الناس وناخد بإيديهم على قد ما نقدر مع حرصنا الشديد على عدم وصول العدوى لنا. ده بقى إجراء من الحكومات ومن الكنيسة ومن الكنائس كلها الحقيقة في كل الدنيا عشان تحافظ على أولادها. دلوقتي الطب تقدم فتقدر تعتني بحد وانت بعيد، طبعا ربنا يساعد ويبارك في كل الأطقم الطبية من ممرضين لأطباء لأخصائيين لإداريين كل الناس دي. الحقيقة برضو حاجة تانية، ما نقول العالم دلوقتي فيه شر وربنا بيعاقبهم. طيب يا سيدي، ما احنا معظمنا في العالم الغربي، معلش ما تزعلوش مني يعني، انا بتكلم عن الناس اللي عايشين في الخارج وخدوا جنسيات وولدوا في الجنسيات دي، ما تعمل حاجة من خلال القانون المدني ومن خلال نظام الدولة والانتخابات والراجل اللي هتنتخبه، انك الحاجات اللي انت معترض عليها وضد ايمانك المسيحي زي مش عارف السيم سكس ماريج ومش عارف ايه، بدل ما اقعد اتكلم فقط، لا اخد خطوة ايجابية، اطرح موضوع المناقشة، اتكلم عنه على قد ما اقدر، ابقى فاهم بس العقلية الغربية بتفكر ازاي واقدر اتحاشى اتهاماتهم، واقدر على قد ما استطيع لو واحد وبعدين بقوا 10 وبعدين بقوا 100 وبعدين بقوا 1000 وبعدين بقوا 10 وبعدين بقوا مليون ضد كده، القوانين دي ممكن ما تمررش. والناس الخطاه يجي بقى الخدمه الروحيه والرعايه ليهم والاهتمام بيهم. والحقيقه انا من رايي يعني اهم خدمه روحيه ان الواحد يكون نموذج ومثل. طيب يبقى انا مش عايز نفكر في ربنا بالطريقه دي خالص الحقيقه يعني، لان ربنا زي ما قلت خير وصنع الخيرات. ومعلش سامحوني هقول كام سؤال مش هجاوب عليهم، بلاش انا احدد لربنا ازاي اعاقب الناس ولا امتى ولا ليه. نمرة 2، بلاش اصور ربنا بتسيطر على روح الانتقام وان هو ساب المصايب والكوارث، زي يقول الله محب وعادل وهيجازي كل واحد كأعماله وهيعاقب الأشرار، كل ده موافق عليه، بس الحقيقة إمتى وفين وإزاي وليه في الأرض هنا دي بتاعته هو. يوم الدينونة العظيم ده كلنا عارفينه متفقين عليه، إن ربنا محب، إحنا كمسيحيين نقول هو هيتدخل هيحول الشر الخير هيضبط العالم، بيستخدم كل شيء عشان يتمم مشيئته، عشان يؤدب الأشرار، عشان يزكي أولاده، لكن هو دايما بيتكلم في نفوسنا بطريقة صحيحة. حاجة تانية، وإحنا بنتكلم للأحباء اللي بيتكلموا، هيا بلاش جلد الذات وبلاش جلد شعبنا الطيب، إن ده غضب من ربنا فإحنا خطاه، أرجوكوا بلاش يعني. ناس دلوقتي في موقف يعني لا تحسد عليه، كلنا إحنا محبوسين في البيوت، كتير من أحبائنا وأولادنا وإخواتنا وأبائنا فقدوا شغلهم، يعني هو مش لاقي يشتغل ومحبوس في البيت ومش عارف يخرج، وبدأ الضيق والزهق والغضب. يمكن هنا الحكومة مش عارف خصصت حاجة كده كبيرة، مش عارف 150 مليون دولار عشان العنف الأسري، لأن الناس خلاص، وأنا كمان آجي أزود متعبه وقول له أصل أنت خاطي وربنا غضبان عليك وبينتقم منك توب، طب يعمل إيه؟ الحياة المسيحية ما احنا كلنا بنعيشها يعني، ولا احد فينا يقدر يدعي ان هو بلا خطية، كلنا خطاة. وبقول تاني انا اولكم، كلنا محتاجين نتوب وانا اولكم، لكن بلاش التعبيرات القاسية اللي فيها اتهام مباشر للناس اللي هي بكل محبة بتيجي الكنيسة وبتصلي وبتتناول وبتشترك وبتعطي الفقراء وبتتبرع وبتخدم وعيشة حياة مسيحية جميلة يعني، افضل ليه نهار اقول له لا اصلك وحش، لا مش وحش، هو ابن ربنا وعايش حياته المسيحيه على قد ما يقدر مع اسرته مع وظيفته مع تعبه مع شغله، فانا بلاش احط عبء عليه
وأحسسه بالذنب وأدوس عليه أكتر وأكتر وأكتر. لا، أنا أشجعه، أنا أساعده، أنا أعزيه، أنا أتمنى له الخير، أقول له ثق في ربنا المحب، ثق في ربنا اللي أب لينا كلنا. حاجة تانية جميلة قبل ما أختم بقى، هي بلاش نعمل خناقة بين العلم والدين. إحنا كمسيحيين ما عندناش الحكاية دي، يعني إحنا بناخد الشفاء من الأسرار، وهالجمعة الجاية هنعمل سر مسحة المرضى، قلنا بناخد الشفاء من الإفخارستية، شفاء الروح أولا والنفس والجسد، بناخد الشفاء من المعجزة، لكن لازم نفهم دور وعمل كل حاجة. الشفاء اللي بيجي من الأسرار المقدسة ومعجزات ربنا يبينها معانا ما هوش بديل للطب ولا ضد الطب ولا يلغي الطب، دي سكة ودي سكة. أنا كنت أتمنى يكون وقت أكتر، لكن بنعمة ربنا لو المحاضرات دي شاء المسيح تمشي ونقدم لكم كتير، وتيجي الفرصة ليا مرة تانية بعد ما الأحباء المحاضرين يتكلموا، ممكن ناخد مرة حاجة على المعجزة، الشفاء بين المعجزة وسر مسحة المرضى والأسرار. العلم سكة والأسرار والمعجزات سكة، والاثنين من ربنا. اقروا لو سمحتوا سفر حكمة يشوع بن صراخ إصحاح 38 من عدد 1 إلى 15. صلي واستدع الطبيب، الأدوية من الأرض والرجل الفطن أو الحكيم لا يرفضها. الطبيب في وقت النصح فيه على أيديه، بالعكس بالعكس، ده احنا نبقى سعداء لما الأطباء يجتهدوا في معاملهم ويطلعوا الفاكسينات ويخترعوا أدوية الأمراض، زي ما كان زمان خالص في مصر في بلادنا. الكوليرا دي كانت مرعبة، الطاعون ده كان مرعب، السل كان مرعب، شال الأطفال كان مرعب. الحقيقة البركة في الطب، العلم. فاحنا لازم دي فرصة لينا ان احنا نحرص على العلم، وده انا بقوله بقى للشباب الصغيرين كأخ أكبر يعني، والأحباء أرجوك واهتموا بالعلم والتخصصات العلمية. احنا مش عايزين بمحبة يعني، ما تفهمونيش غلط يعني، مش عايزين كل أولادنا يدخلوا السلك الديني ويلبسوا جلاليب سودا، لا، احنا عايزين من أولادنا ألف مجد يعقوب تاني، وألف هاني عازر بتاع الأنفاق في ألمانيا، وألف يعني رجال الأعمال زي نجيب ساويرس وغيره، وألف أديب، وألف كاتب، وألف فنان، وألف صحفي. هو ده المجتمع المسيحي يا أخوانا. فالعلم شيء مهم جدا. هتقول الضيقات المتاعب ما بخدش الفرصة، ما يبقى أجاهد إن أنا أخد الفرصة، لكن مش أهرب من دي. بصوا للمهندسين ابن كاتب الفراغاني اللي سيرته عظيمة، وإزاي بنى أعظم المباني زمان وعمل مقياس النيل أرأخله. لازم نهتم بهذا. أرجوكوا بلاش الخناقة بين العلم والدين. العلم دي سكته ودي سكة صحيحة. وبالمناسبة هختم في الفكرة دي بفكرة، إن ربنا لما قال نخلق الإنسان على صورتنا كشبهنا، قصده يخليه يبتكر ويخترع وينتج ويسيطر أو يسود على الخليقة بأنه يكتشفها، ويسود على المرض أنه يكتشف ليه علاج، وهكذا. مش قصده أن ينام ويسكت. وإحنا حتى في أبسط الحاجات اللي بنصلي فيها في الكنيسة عشان خاطر المية، ودي حاجة حلوة، مية النيل والزرع، الشخص المزارع لازم يروح ويجتهد ويعمل ويبتكر إيه اللي يحسن زرعه واللي يخليه يبقى أحسن واللي يخليه يجيب ثمر أكتر، وهكذا. إذن السلوك المسيحي ده سلوك مهم جدا، هو أنا أقوم بيه، إن أنا أحترم العلم وأجتهد إن أنا أخف ألام الناس بمساعدتهم من غير ما أسيء لنفسي، بالعلماء بتوعنا والباحثين ربنا يساعدهم ويكتشفوا لنا علاج للأمراض، وإذا ما قدرتش خالص 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 يبقى كفاية أقدم محبتي بالكلام للناس وصلواتي لأجلهم. أنا عشان أبقى قلت حاجة تشجع في الآخر، هختم بنصين جمال خالص أنا بحبهم من سفر أشعياء، ويبقى ده ختام كلمتنا، واللي يحب بعد كده يسأل لو في وقت أنا تحت أمركم. أشعياء 41:8-14، أرجوكم كل ما تكون خايف من الوباء، خايف من كل شيء، افتكر ربنا المحب القادر على كل شيء
وسلم حياتك ليه بكل إخلاص وثقة ومحبة، وسيبه وصاحب القرار، بس أرجوك اعمل ما عليك. أشعياء يقول إيه ربنا لكل واحد فينا؟ أنا عايز كل واحد يشيل كلمة إسرائيل ويحط اسمه، وكلمة يعقوب ويحط اسمه. يقول إيه؟ أما أنت يا إسرائيل عبدي، يا يعقوب الذي اخترته، نسل إبراهيم خليلي، الذي أمسكته من أطراف الأرض ومن أقطارها دعوته وقلت لك أنت عبدي، اخترتك ولم أرفضك، لا تخف لأني معك، لا تتلفت لأني إلهك، قد أيدتك وأعنتك وعضدتك بيمين بري، إنه سيغزى ويخجل جميع المغتاظين عليك، يكون كلا شيء مخاصموك ويبيدون، تفتش على منازعيك ولا تجدهم، يكون محاربوك كلا شيء وكالعدم، لأني أنا الرب إلهك الممسك بيمينك القائل لك لا تخف أنا أعينك، لا تخف يا دودة يعقوب يا شرزمة إسرائيل أنا أعينك يقول الرب فاديك قدوس إسرائيل. هختم بمرة تانية آيتين لطاف من أشعية 43 بقى. والآن هكذا يقول الرب خالقك يا يعقوب، حط اسمك، وجابلك يا إسرائيل، لا تخف لأني فديتك، دعوتك باسمك أنت لي، إذا اكتست في المياه فأنا معك، وفي الأنهار فلا تغمرك، إذا مشيت في النار فلا تلدغ، واللهيب لا يحرقك، لأني أنا الرب إلهك قدوس إسرائيل مخلصك. يبقى مرة تانية، الأسرار تعطي الشفاء، المعجزة تعطي شفاء، كلمة الله تعطي شفاء، وإحنا بنركز أكتر على شفاء النفس والروح وشفاء الجسد، طبعا مهم لأن وزنا من ربنا، نحرص عليها على قد ما نكون، نثق في الله الخير صانع الخيرات، دون أن ننسى أن الله العادل القدوس اللي بيكره الشر ويكره الخطية، لكنه يحب الخاطئ ويحب الشرير ويحب خلاصه، اللي بيؤدب ويشفي وفي اليوم الأخير وفي الأرض هو صاحب القرار في العقاب والثواب والعقاب. نساعد إخواتنا على قد ما نقدر بتقديم محبتنا وتشجيعنا وتعزيتنا ليهم، نحرص على كنيستنا، نحرص على أنفسنا، ونطلب من الله أنه يرفع الوباء ويرفع كل مرض عن كل العالم، عن كل أولاده، عن كل أولاده في الكنيسة، وعن كل أولاده من برا الكنيسة، عن كل أولاده من كل الأديان والأجناس والأقطار. ربنا يبارك فينا، له المجد الدائم إلى الأبد، آمين.